السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عايزين تعرفوا السر، خليكم معايا لاخر الفيديو وانتوا تعرفوا كل حاجة. بس مش غريبة انه في ظل الهزيمة المدوية لحزب اردوغان في انتخابات البلدية، خاصة في المدن الكبرى في انقرة واسطنبول، وفي ظل تردي الاوضاع المعيشية بالنسبة للاتراك، وفي ظل انهيار الليرة التركية، وفي ظل امتلاء السجون بالمعتقلين، وفي ظل الحنق والغضب الشعبي اللي موجود في تركيا من سياسة اردوغان وحزبه، وفي ظل الازمة الاقتصادية اللي بتعيشها تركيا وارتفاع ديون الدولة الخارجية، وفي ظل تراكم الديون الخارجية على تركيا، وفي ظل الانخفاض الحاد من احتياط النقد الاجنبي في البنك المركزي التركي، في ظل كل الامور دي تركيا بتقول انها قفشت جواسيس. وقال ايه؟ بيتجسسوا لصالح الامارات. واخدين بالكم؟ الامارات تحديدا. ده الصدفة الحلوة دي. اهلا بكم في حلقه جديده من وجهه نظر مع محمد انديل. في حاجه اسمها تصديق الازمه، الازمه اللي بتعيشها تركيا او الازمات اللي بتعيشها تركيا واللي ذكرناها في المقدمه وغيرها من الازمات الاخرى اللي السبب فيها سياسه اردوغان الرعناء هو وحزبه في اداره البلاد. دي كلها ازمات محتاجه لتصديق. يعني انا كحاكم لدوله فيها ازمات، انا محتاج ان انا الهي الشعب بتاعي عن الازمات دي واشغله بحاجه تانية عشان ما يفكرش فيها فيفكر انه يثور عليا. فلازم احسس الشعب ان في مؤامره كونيه ضد البلد، وان الجواسيس مليين البلد، وان الجواسيس والمؤامرات بتستهدف النيل من امن وسياده واستقرار الوطن، وان هم عايزين يضربوا وحده بلدنا وقوه اقتصادنا. والله اكبر، وليخسر الخاسئون. فبالتالي المتوقع ان الشعب حتى الغاضب على اردوغان يلتف حوله من جديد. ما انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على غريب، واحنا في ازمه فلازم نقف جنب بعض لحد ما نتخطى الازمه دي، ولما نتخطاها بقى يبقى نقطع هدوم بعض براحتنا عادي. ده طبعا على اساس ان الامارات اعلنت الحرب على تركيا، فبالتالي حتى جواسيس عندها. لو بيقول لك تجسس سياسي وعسكري، يا راجل دي الامارات ليها استثمارات اقتصاديه في تركيا، لو سحبتها تركيا تنهار تاني يوم، ده ما كانش في نفس اليوم. يعني الامارات لو عايزه تضرر لتركيا مش هتبقى الجواسيس، هتسحب استثماراتها. وبعدين تعالوا هنا يا مطبلين تركيا واردوغان، هو انتوا مش بتقولوا ان الامارات دي عميله لامريكا، يعني حليفه مع امريكا؟ طب وحليف امريكا هيضطر يتجسس على تركيا ليه؟ كانت امريكا ليها اكتر من 20 قاعده عسكريه واستخباراتيه على الاراضي التركيه، اذا كانت الاقمار الصناعيه الامريكيه طايره في السماء مصوره كل شبر في تركيا، اذا كانت وسائل التجسس الامريكيه مراقبه كل مكالمه بتحصل على ارض تركيا. طب هنجيب جواسيس ليه؟ قاتل الله الغباء. الموضوع ده الواضح منه ان اردوغان بيحاول يصدر الازمه اللي عنده داخليا وخارجيا، تردي الاوضاع التركيه بشكل عام في جميع المجالات اردوغان بيخرج منه بمحاوله لجعل الشعب يلتف حواليه وينسى المشاكل اللي بتعنيها تركيا والتوحد من اجل مشكله وهميه اكبر، الا وهي العداء الخارجي. والهدف الثاني من القصه دي هو تشويه الامارات المتعمد اللي بتقوده من فتره دوله المندوب السامي الاسرائيلي عزمي انتون بشار. خليكم فاكرين الكلام اللي هقوله ده كويس قوي. تركيا بتقول المتهمين في قضيه التجسس هم فلسطينيين بيعملوا لصالح الامارات، يعني مش اماراتيين. يعني محتمل يكون تم الاتفاق مع الاثنين اللي اتقبض عليهم دول ان هم يقولوا كده، ان هم يمثلوا ويدعوا ان هم مجندين من قبل الدوله الاماراتيه، وارد، وان مهمتهم هو التجسس على الدوله التركيه من اجل ضرب دوله الاسلام والمسلمين، الدوله اللي فيها الشواذ مش اخدين حقهم خالص بصراحه. هي فعلا دولة الاسلام والمسلمين، وضرب جيش الاسلام التركي، الجيش الاسلامي القوي اللي مش عضو في حلف الناتو ومش اللي بيتدرب مع الجيش الاسرائيلي واللي ما بيشتريش اسلحه من اسرائيل ولا بيصدر اسلحه لاسرائيل. ضرب الدوله التركيه، الدوله الوحيده اللي بتقف في وش الكيان الصهيوني بعنف. مفيش اي علاقات بينهم خالص، ولا بيقابلوا بعض ولا بيسلموا على بعض، ولا في بينهم معاهدات ولا اتفاقيات ولا زيارات متبادله ولا اي حاجه خالص. دوله خليفه المثليين، اقصد خليفه المسلمين المنتظر، صاحب الدنيا والدين، رجب طيب اردوغان. افتكروا الكلام ده كويس، وافتكروا كويس وانا بقول الموضوع فيه لعبه، وانه احتمال كبير يكون الناس اللي اتقبض عليهم دول وقالوا ان احنا بنتبع الامارات يكون الموضوع ده كله فبركه لضرب الامارات او لتشويه الامارات، لان هو بعيد عن شربهم ان هم يضربوا الامارات. والله اعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.